أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، حصتكم اليومية راب نيوز راها بدات. ياكلني الحوت وما ياكلني الشدود، ما باغيش حياتي تضيع، جو بريفير نموت. هذا رأي أغلبية الشباب، البيت واحد وتختلف الأسباب وتختلف الأسماء، كل واحد عاطيها سمية. الحرقة، الهجرة السرية ولا شرعية؟ راب نيوز جابت أمثلة حية باش نعرفوا الأسباب ولمن ترجع المسؤولية. على هاديك راه معانا سي بوسطيلة، كيما عودناكم راب نيوز الهضرة قليلة. حراقة في وسط البحر كاين بلاكة، شوف القدام تلقى ملاقة، والتما تلقى لافونير. حراقة في بلادي كترو غي السراقة، لي زافريكا يدو الصداقة، ولا جوناس كي غادي دير. بارب بارب نحرق الكوارب، بارب بارب ليه نعيش هارب، بارب بارب نحرق الكوارب، بارب بارب ليه نعيش هارب. في بلادي بدو دروس، دروس خصوصية، أستاذي قرب الفلوس، طرق الهجرة سرية. دابور نوصيكم بالسرية ودراسة الرقعة الجغرافية، يعني نقطة الانطلاق نقطة الافتراق، ما تنسوش تشوفوا قيد مليح يا رفاق. متفاهمين يا أستاذ وكلشي راه بريقلي، غادي نهربو من البلاد غادي نحطوها في بوطي، صاي تعلم نلعب سات تالي فينا ما يروندي، لي نعيشو كيما جات خليهم يقولوا بوندي، غادي نقطعو الموجات ونحكموها في الاترونجي، نخدمو نديرو الحبات ونجونا فوتو كونجي. الهربة تسلك صاحبي شوف البوطي، نروح ونخلي مرايا الناس تفوطي، نروح في بلادي ما عندي والو، نروح هكا ولاد الحومة قالوا، اسكو عندهم الصح ولاد الحومة ولا اسكو لافوت فيهم هما؟ ابقوا معانا باش نعرفوا الحقيقة، فازيلي الجاي بدل للموسيقى. رضا كارهي الدعوة صامتة، كل يوم كيف كيف دومينو كارتا، صامتة الدعوة كارتا وقهوة طنطا، لا جوناس ما عندهاش دروة. رضا كارهي الدعوة صامتة، كل يوم كيف كيف دومينو كارتا، صامتة الدعوة كارتا وقهوة طنطا، لا جوناس ما عندهاش دروة. انا قاري وما لقيتش الخدمة، كرهت وصايي سمحي لي يما، باغي صوفي لافونير، باغي نروح لهيه ندير، باغي نعيش حياتي في بلاد الخير. هو قاري وانا عندي بيت، باغي نولي اكتر كيما براد بيت، راك تشوف هنا المسرح مبلع، سمحوا لي خوتي غادي نتقرع، لي كاستينغ بالعرف وضرب الشيتا، بصح انا راجل وجامي نقيس السربيتا، نروح ليه ونشري حلمي بالسومة كيما هاكا قال ولاد الحومة. كيما شفتوا اعزائي المشاهدين، ولاد الحومة قال لك رانا كارهين، علاش راهم يحرقوا باغي نعرف، شكون المسؤول عليهم مشكون يستعرف. تفضل نعطيك الكلمة ليك انت كمسؤول، كيش تفسر هذه الكارثة؟ هذه الكارثة ما لقيت لها تفسير، اللي تهدر معاه يقول لك باغي نضمن لافونير، ومن هذا نستنتج هذا الاستنتاج باللي الضيفو ماشي في ولاد الفيلاج. الحراقة خاطيهم وحنا تاني خاطينا، الضيفو في الأوروبا على خاطر تطوروا علينا، يضلوا يسخفوا في لاجوناس المسكينة، عارفين هم مغبونين وعايشين في الغبينة، هذا بارابول وهذه انترنت، يضلوا يزوقوا في بلادهم في الفيلمات. سي نورمال الجوناسي يبغي يحرق، هنا في البلاد مسكين راه شابع مطرق. هضرتك جاية شوية لوجيك، أي اسمع ميركل غادي ترد عليك، إيش نيخ لافوت ماشي فينا شنيخ،
ايش لي بالانسانية ايش لي بانا ايش نيخ ولادكم شنيخ مين يجو ايش نيخ يوصلو شنيخ يبدو يشكو ايش نيخ يشوفوني شنيخ يقولولي ايش لي بيدي شميركل شنيخ يعجبوني ايش نيخ علاش تحقروهم شنيخ تنيخ ما تحشموش على ارواحكم شنيخ شكرا ليك شفتو شحال حنينة يشوفوها الحراقة ديك المسكينة بصح ما على بالكمش باللي ميركل تخلص عليهم من عند حقوق الانسان القضية دراهم هالناس كي تتصرف دروك نروحو لليمين المتطرف ماري لوبان جاوبيني كإنسان علاش الراسيست وتكرهي لي ماغريبان جو مابيل ماري لوبان شو با راسيست جي دو لا هان ما جو فو اون فرانس فرانسيز سان عرب سان نوار سان تريز Je veux rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. Je vais finir mes jours là-bas. Je veux rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. Je vais finir mes jours là-bas. Ouh là là, désolé, j'arrive pas à me contrôler. J'adore cette chanson. Ouh, ça déchire, synthèse. فهمي روحك فرونس فرونسيز ولا تكرهي لي زارب وتسمعي سونتريز ماري لوبان هنا على الشيطان ياك لا كوب دي موند جابها زين الدين زيدان ايا جريت شو راها عندي خدمه جاني سوسيولوج وغادي نعطيه الكلمه شكرا راب نيوز شكرا مخفي فكرني مور الحصه باش نديرو صوره سيلفي لا تسمح لي باغي نبدا نهضر في الموضوع تاع الحرقه راني نضل نفكر كاين الحرقه الافريقيه اوروبيه يعني مين احنا نحتلوا السواحل الاسبانيه اساطيل تتكون من بوطيات راهم تما عايشين وانا عندي دوسيات وكاين الحرقه الافريقيه افريقيه هي مين يجي مامادو يقهرني في الميزيريه عندهم الدرع اللي تسمى بالطاسه اللي تجلب القطع النقديه من كل بلاصه ربي فرج عليهم هما تاني راهم مغبونين خدنا تاني في الاوروب راهم مقيوسين كيما شفتوا كان عندنا مشكل واحد دروك راهم زوج مشاكل والاسم واحد الحرقة ولا الهجرة سرية تختلف التسمية والمشكلة هي هي والآن نروحوا عند بلوفا بنقلال ماشي من الدوار من البور جايب الاخبار بلوفا على لي زافير شم شم نضرب دورة للبوضة كاش ما نحكم لقيت واحد يدها على خده يخمم هم ياكل هم احكيلي ودي بلا ما تحشم وها عمي بلوفا قصتي قصة عيشة مرة كي دم الدرصة غير البارح وانا قارع في هاد البلاصة للبابورة بالك ما حرك تجيني الفرصة كيما قاع الناس نسي زهري وندير كيما داروا صحابي في اوروبا لازهلا صهي مرة انا من صغري عشيت مقرصة نرقد مع النقط طوبة غربة صعيبة كيما جات قلبتها مع الخوة ممنوعات حقرة بالعين مقصاص حتى طحت في الكماش اكس بيرسي للبلاد رابو راب نيوز معاك بلوبة على المباشر هل انت بالاستماع الدعوة في الكور راها مقلوبة اصحاب الحراقات الشباب اللي ضاع صحيت بلوفة فهمناش بغيت تقول الحرقة راها بارتو راها تصرى كل يوم مر البحر تما يديروا كل شي تمك اللي كان خروفي واللي ديبو ما يجمل شي يغريسوا يخونوا يشروا يبيعوا غنوار والان اعزائي نروحوا بلا ما نخمم الركن الميتيوم مع مريم والحال مغيم السلام عليكم في هذا العدد موضوع حساس على الشباب وبصدد نقدم لكم معلومات بتفصيل الممل كل ما تكون في نومان سور كاين خلل احتباس حراري وجفاف في التوظيف ازدحام في السواحل وش كاين يا لطيف خطر الشبيبه كارها وفي البلد حيره وتهمهم حاله لا ميديتراني كي دايره نشرتنا الجويه يتبعوها اكثر من بكري سورتو الركن تاع الملاحه والصيد البحري عالرياح والرؤية وارتفاع الفاقة مانيش عالصيادين لا نحكي عالحراقة من جنوب والشرق والغرب والمناطق الداخلية نرى نزوح شباب للمناطق الساحلية مول الفلوكة كلوندستان راهو يخدم على روحه كل يوم كاين دي كليون اللي حابين يروحوا ايا قالي كوضو قلعي خاوي رحاوي سيرتيني يروحوا كيما شفتو الدواء راها ما تعجبش الشبيبة أبار الحرقة ولا الهدى ما تخممش البيت الهيه يتحقق وإمبوسيبل هنا ليه يضمنوا لافونير ويعيشوا في لهنا والآن في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقله راهم بوشي واللي قلبه راهم توشي تقدر تعبر ولا تقول ولا
ولا تبكي قاع لي سنتيمون لي في الكون فرخ ومرتاح. لو كان جا عندي عمري والله ما خليك تبيعي لبيني، راني نبكي على ظهري كلها. يا لولي يا زيدي صبري غي في خاطري، لا تبغيني ناضلي شو كان في شعري متخمم. بكيت شكيت بالحفاش حال جريت على جلد دومي الكارنتيكا ما لقيت. شقيت نافيقيت همبرت حتى عييت، شحال بكيت والله ما سويت حتى ساندويتش تاع فريت ملي. يعطيك غمة يا الزواوي، بكيتني معاك يا الباوي، على جالك نبيع الرية ونزيد الخلاوي، على جالك نقمر بالدومينو مع الرجال في القهاوي، على جالك نسمح في كل شي، في السوق نبيع قشي، نخدم في المرشي، نبيع البخور والجاوي. تعقل نهار ضربني بشميط العين يا الزواوي، وبويا بالمطرق رك سك العلاوي. إذا تبغيني أعطيني حبابيني، راني ميت بالجوع رحميني. شوالا قلت لك البيني للبيع، هيا عفا طيب خسر جمايع نغاية. أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات، هذا السيجي طويل وما يكفوش الكلمات، نضربوكم موعد في الغد مع الجزء الثاني. كان معكم مخفي كنكم الهضرار قد لساني.